السلام عليكم، معكم المعلمة سحر مكاحلة، معلمة الصف الأول الأساسي في مدارس الأمم الإبداعية. اليوم سنتعلم ترتيب الكتلة، ولكن قبل أن نبدأ سنتعرف على الهدف من درسنا لهذا اليوم، أن يرتب الطالب كتل الأجسام في محيطه أخف وأثقل. والآن لننظر إلى الصور الآتية: عصفور، دمية، بيضة، كتاب. انظر جيدا إلى هذه الصور، هل جميع المواد لها كتل متساوية؟ لا، ليست جميعها متساوية، فهناك مواد أخف من الأخرى وهناك مواد أثقل من الأخرى. انظر إلى الحيوانات التالية لنقوم بترتيبها في القاطرة من الأخف إلى الأثقل كتلة: قطة، فيل، حصان. انظر جيدا إلى هذه الحيوانات، هل جميع هذه الحيوانات متساوية في الكتلة؟ لا، ليست جميعها متساوية. إذن من هو الأخف من بين هذه الحيوانات؟ من هو الأخف؟ أحسنتم، القطة هي الأخف كتلة من بين هذه الحيوانات. الآن من هو الأخف كتلة؟ الفيل أم الحصان؟ رائعين، الحصان أخف كتلة من الفيل، رائع. إذن الأثقل كتلة هو الفيل، أبدعتم. انظر إلى أدوات النظافة الشخصية الآتية لنقوم بترتيبها في المناطيب من الأثقل إلى الأخف كتلة: معجون الأسنان، فرشاة الأسنان، علبة العطر. أدوات النظافة الشخصية أيضا ليست متساوية في الكتلة، فهناك الأخف كتلة والأثقل كتلة. من هو الأثقل كتلة؟ فكر، علبة العطر هي الأثقل كتلة. ومن هو الأثقل كتلة من بين معجون الأسنان وفرشاة الأسنان؟ رائع، معجون الأسنان أثقل كتلة من فرشاة الأسنان، إذن فرشاة الأسنان هي الأخف كتلة، هي الأخف كتلة، رائعين، أحسنتم. والآن لننتقل لكتاب الرياضيات، كتاب التمارين. افتح صفحة 25 لنقوم بحل الأسئلة. ومع التحدي الأول: أرسم الثمرة المناسبة في المكان المناسب مما يأتي. انظر إلى الثمار الموجودة في الوسط، أي هذه الثمار هو الأخف؟ أحسنتم، ثمرة الفراولة هي الأخف، ارسمها على الجهة اليمنى أسفل كلمة الأخف، ارسم صغير. والآن ما هي الثمرة الأثقل؟ أحسنتم، ثمرة اليقطين هي الأثقل، ارسمها على الجهة اليسرى أسفل كلمة الأثقل، ارسم. لننتقل إلى التحدي الثاني: ألف، أرسم شيئا أثقل من الكرسي. ماذا يوجد هناك أشياء أثقل من الكرسي؟ هناك أشياء كثيرة أثقل من الكرسي، أرسم شيئا منها. أحسنتم، الطاولة أثقل من الكرسي، رائعين. ف أرسم شيئا أخف من المطرقة، ماذا يوجد هناك مواد وأشياء أخف من المطرقة؟ هناك أشياء كثيرة، أرسم شيئا منها. أحسنت، منها المسمار، المسمار أخف من المطرقة، رائعين، أرسم. التحدي الثالث: أختار أسماء أربعة أشياء من غرفة الصف.
ثم أكتبها في المكان المناسب مما يأتي. ماذا يوجد أشياء في غرفة الصف؟ هيا لنكتب بعضا منها. قلم، مقعد، لوح، لمحة. رائعين، هذه من الأشياء الموجودة في الغرفة الصفية. ما هي الأشياء الأخف من بين هذه الأشياء الأربعة؟ رائع، قلم من الأخف. أيضا ماذا يوجد أخف في الأشياء؟ أيضا ممحة. رائعين، الآن ما هو الأثقل من بين هذه الأشياء؟ رائعين، مقعد. أيضا غير مقعد. أحسنتم، أيضا لوح هو الأثقل. اللوح، رائعين. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم.